بداية عام 2018 انطلقت حملة تدليك المشاهير وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى شاشات التلفزيون وإذاعة الراديو والصحف الإلكترونية، حيث وصل عدد مشاهداته إلى 25 مليون مشاهد. ولولا الله ثم أنتم لم نصل. حملة تدليك المشاهير، البيان الرسمي. وقبل البدء شكرا لكم، وشكرا لوقوفكم مع بعضكم البعض، وشكرا لجهودكم، وشكرا للشعب السعودي. أخي المواطن، أختي المواطنة، التبليك ليس من أجلك أنت فقط، التبليك من أجل أبنائك ومستقبل أجيالنا أيضا. فساهم معنا في بناء جيل يقدر ويحترم ويعلم معنى الوقت. أي شخصية مشهورة سوف تكون معرضة للحظر الجماعي في حملة سوف نقودها بلا هوادة دون توقف على جميع حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ الجهات المختصة بالأدلة والبراهين في حال إخلالها بأحد هذه الشروط؟ عدم الدفاع عن ولاة أمرنا ووطننا وأمننا.